يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الجنوب في الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. مشاهدينا، هذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. أيضا نبدأها طبعا بمحافظة القاهرة العظمى فيها 23، الصغرى فيها 12، الإسكندرية 20-13، مطروح 20-12، بورسعيد 19-12، أما الإسماعيلية فالعظمى فيها 23، الصغرى 12، السويس العظمى فيها 23-13، العريش 19-11، طابة 23-14، شرم الشيخ 24-18، الغردقة العظمى فيها 25، أما الصغرى فيها ف 17، محافظة الأقصر العظمى فيها 31، الصغرى 15، أسوان 32-15، الوادي الجديد 30-14، شلاتين 30-16، أما حلايب ف 29 هي العظمى فيها والصغرى 18. مشاهدينا، الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.